السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة لتفتيح البشرة، بجد وصفة جميلة قوي قوي لتفتيح. وكل المكونات تقريبا من البيت. اول حاجة، هنا معلقة نشا ومعلقة قهوة، او نص معلقة قهوة ومعلقة نشا، هنقلبهم مع بعض. انا من زمان ما عملتش وصفات، لو عجبكم الوصفة بتاعت النهاردة يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو. قلبناهم مع بعض اهو، وهنا مية ورد او مية عادية، انا هستعمل مية عادية بس الاحسن مية ورد، معلقة برضو على قد ما الماسك هياخد. وهنا عصرة ليمونة، وعليهم نص معلقة زيت زيتون، نص معلقة زيت زيتون وليمون، معلقة السكر هنا. دي اول حاجة قبل ما نعمل الوصفة، نجيب ليمونة، نص ليمونة كده، ونعصرها على السكر، ونعمل تقشير للبشرة لمدة 5 دقايق كده، ونعمل تقشير. الليمون يا جماعة اللي بشرتهم حساسة ما ينفعش، دي للبشرة العادية والجافة، بس الحساسة لا. لو عايزين للبشرة الحساسة نستبدل الليمون بمعلقة زيت. حلو. غلط غلط للبشرة الحساسة، اعرف ناس بشرتهم حساسة ما ينفعش. نجيب الوصفة كده ونفضل ايه كده 5 دقايق على بشرتنا، وبعدين نجيب معلقة النشا مع معلقة القهوة. القهوة بتفتح جامد وكمان بتفتح الأسنان، يعني ممكن بعد ما نشرب كوباية القهوة أو فنجان القهوة اللي في الفنجان تعكبوا أسناننا. نضيف عليهم الليمونة ونقلب كويس. لو احتاجنا مية الورد نحط، نحتاج شوية مية خفاف، مية ورد. ماشي. انا بعمل الوصفات اللي انا بعملها لنفسي، يعني انا مش خبيرة وصفات خالص. ماشي. الحاجات اللي بعملها لنفسي، انا كترت المية معلش، احنا عايزينها ايه اتقل من كده شوية، دي خفيفة، احنا عايزينه ماسك اتقل من كده شوية، واللي بشرته حساسة يشتري الليمونة خالص، ونستبدل الليمونة بمية الورد. ماشي اهو. المهم بعد كده، بعد ما نعمل التقشير اللي هي مع ليمونة مع السكر، نحط، هي لو كانت اتقل من كده احسن. شوفوا السم كده، احنا عايزينه كده على البشرة، ونسيبه ينشف، وبعد اما ينشف نشتاله بحركات دائرية عشان التجاعيد. ماشي. يعني بعد ما ينشف خالص، وهياخد فترة على ما ينشف عشان ما فيش تكييف وما فيش والجو حر، هياخد وقت، وانا مش عايزة اطول معاكم الفيديو عشان ما تزهقوش وكده، بس ان شاء الله والله ماسك يعني
مكوناته من البيت ومش مؤذي يعني، وكمان بيدي لو ما اداش تفتيح هيدي نعومة جامدة للبشرة، البشرة هتبقى ناعمة وحلوة يعني، ناعمة كده نحب بدل مهش خشنة، وهيدي كمان نضارة للبشرة، والحركات دي هتمنع ظهور التجاعيد. والفيديو النهاردة يا رب يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عايزة اقول كمان الماسك ده ممكن لو احنا محناش عايزين نضيف نشا او قهوة، هو هيقعد شوية هيتقل، ان كل ما هيقعد هيتقل اهو، تقل معانا شوية اهو ماشي، تقل يعني قعدوه 5 دقايق لو ما تلقتهوش تقل معاكم ضيفوا النشا او القهوة، شوفوا بيتقل، النشا فظيعة في التفتيح والقهوة كمان فظيعة في التفتيح. متنسوش تعملوا لايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.